إذا مرحبا بكم في قناة تحكيلاتي في تربية النحل والزراعة. كما راكم تلاحظون الآن اليوم هذا هو عش الدبور، على كل حال عش كبير. نقوم اليوم أو الآن بتخريبه بعد وضع له مبيد حشرات، هذا وهو مبيد النمل اللي هو راكم تلاحظوا فيه الآن. هذا هو مبيد حشرات اللي قمنا بوضعه له، ومبيد النمل نلاحظ معي هنا هذا الأبيض مبيد النمل دي دي تي أو اللون الأزرق كذلك، فهو ناجع وفعال في إبادة الدبور عن أصله وبطريقة سهلة وبدون تعب، أحسن من المبيدات السائلة كالمازوت أو كالبنزين أو كالمبيد فليتوكس. إذا هذا أحسن منه. والآن راكم تلاحظوا هذا هو عش الدبور، نقوم الآن بتجربة كما راكم تلاحظوا فيه، نلاحظ معايا ونريكم كذلك كيف قام إبادة عجل جميعا من دون أي ولا واحدة بقت، إذا كله قام بالإبادة تاعه، وكان عش كبير هنا حتى كان قائم في ذلك اللحظة وجعل حظر تجوال لكل النحل. الآن لاحظ معايا قوموا بالنزع تاعو، لاحظ وعملاق على كل حال. حتى الديدان تاعو حتى اللي رقت. إذا نلاحظ إذا عش كبير، نلاحظ معاك لاحظ إبادة تاعو كيفاش كانت، لاحظ حتى أنو اللي رقت اللي كانت هنا فيه، لاحظ مليارة قطع. لاحظ هنا هذا الكبر تاعو، ولا دبر بقية. طلع عش الدبور. شوف اللي
هذا هنا شو كم هو حتى اليرة قد تعود وفيتك خلاص ماتت. الدبور راح هذا المنطقة اللي كان ساكن فيها. أكبر مما تتصور حتى في الأسفل. وهاي اللي رقت هاي اللي رقت اللي رقت أو مازالت هكذا جديدة ولكن تم القضاء عليها. هذا البيضاء كلها رقت تم القضاء عليه نهائيا عن طريق مبيد جاف. هذا مبيد حشرات دي دي تي. لاحظ هنا وشكرا. هذا هو الفيديو اليوم الخاص بي عش الدبور. اشتراك ان شاء الله واللايك انكم تلاحظوا الان نجاعة وفعالية المبيد للحشرات دي دي تي. شكرا.